طب انت صوتك واطي؟ انت صوتك واطي؟ لا صوتي واطي عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معلش انقطعنا عنكم في الفترة اللي فاتت، ولكن زي ما انتم شايفين دلوقتي تولين اول عيد ميلاد لتولين النهاردة. نقول لتولين في التعليقات كل سنة وانت طيبة يا تولين. سقفة يا تولين، يلا سقفة يا تولين، سقفة يا تولين، يلا سقفة. طيب اسمعيني الاول، ثواني قبل ما تجيب الهدية، يلا تاني يا نونو. طيب دي التورته بتاعت تولين، او التورته اللي تولين. يلا حالا بالا بالا، ثواني هتولعي، ثواني هات. طيب هو مش هتنفع كده عشان المروحة شغالة. طب طفي كده، طفي المروحة. طيب كده تمام، يلا طب ولع. يلا استنى اقعد، يلا حالا بالا بالا. هيا ابو الفاصة هيكون عيد ميلاد النيلة، اسعد الاعياد من يحيى ابو الفاصة. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا توليس، سنة حلوة يا توتة، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بالا بالا، هيا افرح، هيكون عيد ميلاد الليلة، اسعد الاعياد. اول عيد ميلاد لتولين، ولع النور، ولع النور، ولع المروحة. يلا خليها تنفخ، ثاني ولع النور. طيب ايه رايك يا تولين في التورتة دي؟ او التورتة دي يا تولين، يلا بقى نجيب لها الهدايا يا جماعة. حلوة؟ ها بتقول لك اه. اكتبوا لنا بقى عشان اول عيد ميلاد لتولين، اكتبوا لنا في التعليقات عن رايكم في لبس تولين الجديد، الفستان الجديد بتاعها. بص هنا، بص هنا، بص عند ماما. قولي باي باي، قولي باي باي للناس. يلا باي باي. باي باي، هتعمل لكم باي باي. يلا اهو، باي باي باي.